ازاي اقدر احكم على الرمل ان كان جيد ام سيء بنفسي؟ مجموعة من الاختبارات البسيطة هنتكلم فيها مع بعض هتخليك تقدر تحكم على الرمل اذا كان جيد ام لا. اختبار بسيط يا جماعة، بنحتاج فقط عينة من الرمل المراد اختباره ومعرفة نسبة المواد الناعمة فيه، ايضا بنحتاج زجاجة معانا يا جماعة، ايضا بنحتاج مسطرة. كل اللي هنعمله ببساطة هنبدأ نفرغ الرمل يا جماعة داخل الزجاجة حتى نملأ الزجاجة الى منتصفها بالرمل يا جماعة. هنملأ لحد منتصف الزجاجة بهذا الرمل. مليت الزجاجة بتاعتي يا جماعة الى منتصفها بالرمل، هنبدأ يا جماعة نضع محتوى مياه داخل الزجاجة. هنبدأ يا جماعة نملأ مياه في الزجاجة حتى المياه تعلو فوق مستوى الرمل حوالي 5 سنتي يا جماعة. بعد كده هنبدأ يا جماعة نرج الزجاجة بالمياه. بعد رج الزجاجة، بعد ما اتأكدت ان كل الخليط اختلط جيدا بالمياه، هنترك الخليط لمدة ساعة الى ساعتين حتى يستقر الخليط تماما. سيبنا الخليط بتاعنا ساعتين الى ان حدث استقرار لكامل جزيئات الخليط. بعد كده هنبص على الخليط بتاعنا يا جماعة. هتلاقي عادة الخليط بتاعك انقسم الى جزئين، طبقة خشنة في القاع ودي طبقة الرمل بتاعتنا، وطبقة ناعمة اللي هي بتحمي المواد الضارة الناعمة اللي قلنا الطين والطمي يا جماعة وجزيئات الطفلة، كل ده يتكون في طبقة ناعمة اعلى الطبقة الخشنة. بعد كده يا جماعة هنقيس الارتفاع الكلي للطبقتين. في المثال بتاعنا مثلا الارتفاع الكلي طالع معانا يا جماعة، طالع معانا بالظبط 17 سنتي. قست الارتفاع الكلي، بعد كده هنقيس ارتفاع الطبقة الناعمة فقط، طالع معانا في المثال بتاعنا يا جماعة 3 سنتي. عشان نجيب نسبة المواد الناعمة ببساطة يا جماعة، هنقول نسبة المواد الناعمة يتساوي ارتفاع الطبقة الناعمة اللي هي 3 سنتي على الارتفاع الكلي للخليط اللي هو 17 سنتي، هيساوي 17/100، أعلى بكتير قوي من 5% يا جماعة. إذا ببساطة لو تعدت النسبة 5% هنرفض الرمل لو أنا هستخدمه على الخرسانات. أقصى حاجة يا جماعة النسبة تبقى 8% لو هستخدم الرمل مع التشطيبات، ويفضل إنه ما يتعداش 5%.